انا نينو ودي قناتي، لو اول مره شوفوني ما تنسونيش في كومنت حلو زيكم ولايك، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصل له كل جديد من فيديوهاتي. حابه افكركم ان القناه بتاعتنا منوعه شامله كل حاجه واي حاجه، وكمان فيها قوائم تشغيل، هتلاقي وصفات اقتصاديه، اكلات اقتصاديه، حلويات اقتصاديه، هتلاقي كمان وصفات للمكياج، هتلاقي وصفات للجسم، هتلاقي وصفات للبشره، هتلاقي كمان عندك ريفيوهات عن منتجات ماي واي وعن المفروشات بتاعت العرايس واي مفروشات بنشتريها في البيت، يعني الحاجات الحديثه اللي بتنزل وكل حاجه بتنزل اول باول كده يعني. هتلاقي كمان حاجات عن الاجهزه الكهربائيه زي المكوى والاستشوار والكلام ده كله، واي حاجه وكل حاجه هتلاقيها في القناه. القناه بتاعتنا منوعه عشان تفيد البيت المصري بكل حاجه. تمام، النهارده عامله لكم ريفيو حلوه قوي، او يعني هو انا بالنسبه لي حلو، شايفه انه هيفيد بنات كتير بالذات العرايس يعني، او الناس الستات اللي هي بتحب تجدد، فالريفيو ده هيبقى حلو قوي ومفيد. زي ما احنا شايفين عندي هنا دي علاقه، دي علاقه هدوم داخليه او علاقه هدوم خفيفه او منشر داخلي بلاستيك او منشر هدوم خفيفه او منشر فوط، كل واحد بيسميه زي ما هو عايز، وفي ناس بيسميه كمان منشر بلاستيك للشرابات. فده شكل المنشر بتاع البلاستيك او العلاقه بتاعتي، ده الشكل بتاعه زي ما انتم شايفين، بيبقى فيه مشابك كده كتير. ده احدث شكل نزل من المنشر دوت، كان الاول المنشر مفتوح كده وبيبقى كله مشابك وما بيتقفلش وبياخد مساحه، فاحلى حاجه عملوها ان هم مغيروا الشكل، خلوه بقى بالشكل ده، ان هو مجرد ان انت تقفليه ما ياخدش معاكي مساحه، فممكن يتركن في اي مكان. وممكن كمان ايه بقى لما يتفتح، بصوا بقى شكله لما بيتفتح بيبقى عامل زي الشمسيه كده، بصوا المنظر، بصوا كبر ازاي، كل صف فيه فيه مشبكين فيشيل معاكي، وفي نفس الوقت فيه اللي هو الذراع ده ان انت تعلقيه في اي مكان، يعني ممكن تحطيه في البلكونه، ممكن تحطيه في الحمام، ممكن تحطيه في المطبخ، فبالتالي مش هياخد معاكي مساحه، فهيوفر عليكي ان انت ممكن لما تغسلي هدوم البيبي عندك مثلا فينيلات او هدوم بيبي الداخليه بتاعته، فبتبقى عايزه ان هي تتنشر وبتبقى خفيفه، يعني مش محتاجه ان انت ممكن تنشريها بره والكلام ده، فممكن تعلقيها فيها فمش هتاخد وقت وهتنشف بسرعه جدا. لو عندك شرابات، غسله شرابات هتعلقيها فيها برده هتنشف بسرعه وبرده خفيفه. لو عندك فوط مطبخ غسلاها وعايزه تحطيها برده هتنشف. خروق، فوط، عندك هدوم داخليه هتغسليها تنشفيها فيها، يعني احلى حاجه ان هي تشيل اي حاجه وتتحط فيها، فبجد حلوه جدا. فبالنسبه للعرايس دي لازم تبقى عندك بجد، دي لازم تبقى عندك، من افضل الحاجات اللي عملوها بجد. والشكل الجديد ده تحفه، بصوا عامله ازاي، يعني ممكن تتركن في اي مكان، يعني انت مثلا لو حطاها في الحمام وجالك حد وعايزه تشيليها في لحظه هتقفليها وتتشال، حطاها في المطبخ، حطاها في اي مكان، في البلكونه، هتمجرد ان انت عايزه تقفليها تشاليها، ما بتاخدش مساحه، موفره، ثمنها على قد الايد. دي عامله 25 جنيه، دي متوفره فين يا نينو؟ دي متوفره عند الناس اللي هم بيبيعوا بلاستيكات، الادوات اللي هي بتاعت البلاستيك، الاطباق، المعالق، السيليكون، الحاجات البلاستيك يعني بتاعت المطبخ عموما. بتقولي له عايزه منشر بلاستيك للهدوم الداخليه او الهدوم الخفيفه، طبعا بيديكي ده. ده الشكل، احدث شكل نازل بجد بجد يا بنات، حلوه قوي. في منها الوان، في منها كمان اللي هو اللون اللي هو الفيروزي، لون حلو قوي كمان، هو كان موجود عنده اللي انا اشتريت من عنده، كان عنده اللون ده واللون الفيروزي، فانا حبيت اللون ده اكتر كمان، عجباني جدا عشان ما بتاخدش مساحه، علشان صراحه ساعات بيبقى الواحد كده غاسل شويه شروبات، حاجات بسيطه بيبقى عايز ينشرهم، يعني ايه، بتوفر وقت برده ان انت تنشري عليها، وتبقي عارفه ان دي مثلا حاطه شربات بس عليها، حاطه حاجه المطبخ بس عليها، ففي نفس الوقت هتوفر عليكي. لا وبصوا بقى المنظر، شياكه، بصوا، عارفين كان في لعبه زمان كده كنا بنجيبها شبه الملاهي كده، هي شبهها وهي مقفوله، بصوا بقى لما بتتفتح بتاخد معاكي كميه ما شاء الله، يعني كبيره كمان، حجمها كبير، والعلاقه اللي فيها دي سهلت ان هي تتحط في اي مكان بجد، فطبعا دي هتوفر عليكي ان انت تنشري في اخر الصف. طبعا كان الناس بتيجي في الصف الاخير كده بعد ما تغسل، تحط بقى لو في شروبات بقى مثلا تحطها، لو في هدوم داخليه، لو في هدوم مثلا فوط، حاجات مثلا مش عايزه تحطها بره فتحطها في اخر صف، فده لا هتوفر عليكي، هتوفر لك مساحه في المنشر بتاعك تنشري برده براحتك، غسيلك كله، هتوفر عليكي ان انت تحطي اي هدوم خايفه ان هي تقع في الشارع او خايفه عليها ان هي تحط عليها، هتوفر عليكي لو غسله بسيطه، شويه شروبات، شويه مفارش خفيفه اللي هي بتاعت السفره، اللي هي بتاعت السفره، اوضه النوم، الحاجات الخفيفه يعني اللي بتبقى صغيره دي اللي ممكن تتعلق فيها برده، يعني حلوه قوي بصراحه، من الحاجات اللي حبيتها وحبيت ان افيدكم بيها. يا رب اكون قدرت افيدكم واكون وصلت لكم المعلومه، وده كان الفيديو بتاع النهارده، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينا.